هلا عموما من زمان كان يعمل الكتب تبيعه دار النشر، تمام؟ فانا اروح عند دار النشر تبيعني اياه. بس هلا صار مثلا مايكروسوفت بدها تعمل بس بتعمل موقع اسلام اونلاين. هلا عموما هو ممنوع تستخدم اي شيء تنسخه مثل ما قلت لكم بدون اذنه. اسلام اونلاين قال لك اخي انا ما بدي اتنازل مع حقوقي، قال لكم انا انسخوا شو ما بدكم استعملوه بس بغرض شو ما تستخدموه تجاري. فالترخيص شو فكرته؟ انه في حقوق بالملكيه الفكريه، يعني بدي زيد عليها. الحدث بيقول لك انه الملكيه الفكريه اما الحد ادنى للمبدع من الحمايه. فانا اذا بدي زيد عليها او نقص عليها بعمل اتفاقيه بسموها ترخيص الكلام. شفتوا وقت انتم ويندوز تعملوا انه وافقت؟ فهو بدا يعني عم يحدد شروط الاستخدام. الترخيص شو بيحدد؟ شروط شلون اذا بدك تعدل، اذا ما بدك تعدل بدك حسب ما بدك. بس دائما يعني هيك بحط شروط مش اكثر. فالترخيص شو عباره عن شو؟ عقد بيني وبينك مثل العقد اللي اعطاه لدار النشر انه استخدميه ونشريه لك. فشو هو الترخيص؟ عباره عن عقد بيني وبينكم، شيء انه انت عملتوا اكسبت على البرنامج اللي بتضغطوها هيك اجري بدون ما تشوفوا دغري. هي انه هي يعني مثل انه يعني مثل زر الباور تبع الكمبيوتر الاجري يعني. بس هيك انت ما عرفت انه يا مصيبه وطلعت اتفاقيه مع مايكروسوفت. صار بيل جيتس يحاكمك الحرامي، يعني بيل جيتس صار فيه يحاكمك متى ما ضغطت هيك. فانت شو عملت؟ وافقت اتفاقيه. شو بتضمن الاتفاقيه بالعاده؟ اللي بدنا مالين. هلا ضمانك للمسؤوليه احلى شيء بيحطوها، بيقول لك انت اخذ المنتج كما هو، اذا خربت لك الكمبيوتر او فجرك او فجر اللي حواليك كمان غلط. انت عم تستخدمه على ضمانتك يعني. يعني من كثر ما لهم ملعين بيقول لك انه اي شيء بيخرب جهازك او شيء انا مالي علاقه، انا اعطيتك المنتج مثل هيك وما لي علاقه اي ضمان، انا بخلي مسؤوليتي. هذا فكر في المطبقات المسؤوليه. هلا بقول لك خاص شو؟ حصري بشخص معين او فئه معينه. هلا مايكروسوفت بنرجع لها قال عن مثال او احكي مثال بالعاده اخي انا هيك مايكروسوفت خليك على نفسي تمام. هلا مايكروسوفت ما في يعني مايكروسوفت اكثر مثال. مايكروسوفت بالعاده بتبيع نسخه لها، بتعرفوا في نسخه الطلاب مثلا، في نسخه بتبيعها لشو؟ لطالب مثلا، لالي، لانت لا هم ليش؟ مين في مايكروسوفت هون؟ لمهند هذا روح علم. فبيعك نسخة لك، فهي بتقول لك الترخيص خاص فيك انت. بس اول ما بتجي تقول مثل جامعة الملك سعود بيشتروا هدول بالسعودية، فبيجيبوا قالوا له تعال نشتري منك، بتعطيهم سعر ارخص اخذوا لك كل الجامعة، فبتعطيهم ترخيص انه يستخدموه بالجامعة. فهمتوا شو معناته؟ يا حصري بالشخص نفسه يا بفئة معينة، انا بعته للطلاب، بعته لفئة معينة. فالترخيص هو لكل الناس بجامعة الملك سعود اللي بيقدروا يستخدموها، او الترخيص بيكون شخصي لي، تمام؟ فهمنا ما في داعي مش حكيني لمهندس لحاله. هلا انتم بتلاقيكم بتفوتوا على مواقع بيقول لك انه هذا الفيديو مو متاح لك بالبلد هيك. بيكون بس على اساس الترخيص انه هذا متاح بس اللي في امريكا مثل هي يعني. شروط استعمال مثل ما كنت بتقول لك انه انت ما بحق لك نصبه غير على جهاز واحد. يعني حتى لو مشتري هاي ما بحق لك نصبه على جهازين. على جهاز واحد. اذا عندك شبكه ما في مع انك دافع حقه هيك يعني. انا اشتريته يا انا اشتريته ودفعت لك يعني. خلص انا فيني احطه على جهاز ثاني، فيني احطه على جهاز يعني ثاني. لا هيك يعني هيك مو بس عم يتحكم انه ابدا، لا هيك ما في غير على هذا الجهاز. لك بدك نسخه ثانيه بدك تدفع امر ثاني يعني. اكبر شروط اشحاب يعني حتى الايقونات اللي في قلب برزنتيشن حاطينه انه فيك تستخدمه لغرض تجاري او غير تجاري. شروط معقده يعني ما لك شيء انت بالنهايه، انت اخذت رخصه استخدام. من زمان كنت اشتري الكتاب اقرا مثلا، لين عندك كتاب الا اعطيني يعني كتابك وخذ كتابي نتبادل انه خلصت منه خليني في ده. هلا لين عندها برنامج فوتوشوب وانا عندي نسخه ويندوز، يعني لا لين بحق لها تعطيني فوتوشوب مثلا نزلته عندها اعطيه محل ويندوز ما في. انا اخذ شو شرط استعمال يعني، يعني فوق الملكيه الفكريه كل شيء اجوا عملوا شيء هي قصه استعمال، انه انا ما بملك استعمال ما بملك حتى شيء. يعني دفعت يعني الفكره هي اللي بتجنني، لك انا دفعت حقه فيني استخدمه شو ما بدي. الكرسي هذا جبته مثلا اشتريته انكسر فيني اقعد صلحه، اما مايكروسوفت مثلا انتزعه وضرب النظام ما فيني اعدل عليه يعني نظام التشغيل. فاذا انضرب يعني ضرب يعني ما فيني اعدل فيه رفعه امنيه بدي استنى مايكروسوفت يعني انا حقي استخدمه. لك شو الجزاء؟ هلا دائما التنازل حقوق الغير يعني دائما بتقول لك انه انت اي نسخه خاصه فيه ما فيك ما فيك تتنازل عنه مثلا لشخص ثاني، انه انت ما فيك مثلا مو انا استخدمت البرنامج اشتريته او كذا، ما فيني اتنازل عنه لشخص ثاني يستخدمه. غالبا. هلا الحالات شو الجزاء؟
بيقول لك 16 مليون ليره. هلا غالبا الجزاء بيقول لك اخي اذا انت اي شرط بتخالفه من شروط مايكروسوفت لحالك مثل ادمي بتقيمه عن الجهاز هيك بيقول لك قيمه روح معلم اللي بعده ليش؟ مو اذا بدك تشرحيها انت هيك؟ هلا اداره الحقوق الرقميه او مثل ما سميناها احنا جماعه المجال لاداره الطيور الرقميه تعال عندنا بعد ساعه مش اداره الناس كل جهاز عنده كل شخص عنده ايباد او ايفون او او جهاز ابل فهو بيقدر ينزل مثلا بيكون في الايتونز هو عباره عن ستور من خلاله بيقدر ينزل مثلا محاضرات او ملفات موسيقيه او كتب او الى اخره فانت مجرد نسخت نزلت هذا الملف حطيته على الايباد او او الايفون فانت ما عاد فيك بس ما عاد فيك انه مثلا والله تعطي له شيء لا فهذا هذا الملف ما بيشتغل الا على وين على هذا الايباد او هذا الايفون فبالعاده يعني بالعاده انت اصلا تنزل ملف من الانترنت تنزل ملف بي دي اف انت بتحطه على الكمبيوتر بترجع تعطيه للاخرين فهي حتى صار في عنا جيل جديد من التحكم اللي هلا عم ينتشر هو طبعا ابل ابرز مثال عليه هو انه حتى انت ما فيك تنزل ما عاد صار فيك صار الملف له حقوق خاصة بالناشر، فهو بصير بيقدر يتحكم بطريقة تقنية بكيفية استعمالك للشغل. الآن من هيك ممكن يكون فيك تفتحه على بي ال سي، بي ال سي بتعرفوا برمجية بمفتاح النظرة. يعني لأن أصلاً شو فكرتهم هيك عشان نعمل برمجية بمفتاح النظرة، لأن بي ال سي بيشغل لي أي ملف. تصوروا بدي أر إن رح يمنعونا مثلاً الملف هذا يشتغل على بي ال سي، ما بيشتغل غير على برمجية من عند مين؟ من عند أبل، يعني عم يحصلونا بأبل، يعني مو بس انه بناخذ يعني كل برمجيه ملفاتنا ما عم بشغلها غير مين ابل ما بشغل الستاندرد تبع اللي كنا نتفق عليه مع بعض بيعرف اجي اقومني حتى كمان انه انت مثلا ممكن مثلا انت مثلا مثال اخر انه انت ويندوز تمام هلا مايكروسوفت صارت مين هذا الويندوز تمام ويندوز صارت مايكروسوفت صح هو مغلق المصدر والى اخره وكل المشاكل اللي بس بالنهايه انت في عندك اوبن اي بي اي انت في اي واحد فيه يسوي برنامج عليه تمام على الايباد مثلا انت ما فيك تسوي تطبيق عليه الا بموافقه ابل فتخيلوا درجه انه احد المصائب هي كثير مصيبه يعني في تطبيق كان كثير المستخدمين عاجبينه وكان له رواج كثير كبير والناس اللي عم الناس اللي مسوين التطبيق عم يربحوا كثير فجاه ابل اجى على بالها توقفوا لهذا التطبيق فكل الناس بيكون بدها تطبيق ثاني هي تنزله تجبركم على تشتروا تطبيق جديد انتم شو الفكره؟ يعني من حقها هلا تسكر مو هي ملكيه عندها دفعتكم حقهم وهلا حابه بتتذكروا انتم ويندوز اكس بي وقال لكم نحن نوقف الدعم الفني عنه هي غريبه مو نفس الفكره بس قريبه انه شلون انه هلا كلكم يلا بصير ماي على فيستا معلش يعني جد يعني كل العالم على فيستا خلصنا ما بدي اكس بي روح اشتروا فيستا تحكم يعني فهذا شيء كثير خطير مثلا مثلا بالنسبه للدول الناميه مثلا انت عم بدك تنشر بيجي واحد مثلا بيقول مبسوط على حاله والله بدنا ننشر ايباد على كل بلدنا كله وبدنا بتلاقي ناس حاطين متى سينتشر الايباد في بلادنا ما بدي اشوف هنا ما بيعرفوا المصيبه انه انت كمطور مثلا انت مبرمج صغير يعني قصدي مو صغير قصدي انه انت شخص عادي بدك تحل مشكله الناس اللي حواليك مدرسه ماشي بدك تسوي تطبيق لمدرستك انت شو بدك تساوي؟ لما كنا بعصر البي سي، عصر الويندوز، حتى الويندوز كان فيك بكل بساطة تتعلم لغة برمجة، تساوي تطبيق وتخليه تشاركه بين رفقاتك وكلهم ينبسطوا ويعيشوا بسعادة. بس هلا انت مضطر انه انت تروح عند ابل تدفع لهم حتى لو مجاني التطبيق بدك تدفع لهم مصاري لابل وهن اول شيء بيشوفوا والله برنامجك منيح ولا منيح؟ والله ما كثير بوافق معاييرنا نحن مثلا. يعني هن بكل بساطة هن بيقعدوا بيفقسوا عليك شو هن رجعوا على بالهم؟ وحتى لو كان بالعكس كل ما بيكون تطبيقك احسن بجوز ما يوافقوا عليه كمان يعني لا ان كان تطبيقك منيح بجوز ما يوافقوا عليه حتى اذا كان تطبيقك منيح كمان يوافقوا عليه لانه بجوز بينافس فهنا عمليا صار انت الجهاز حتى الجهاز والملفات الالكترونيه لا بيكون شغال ملف بعد خمس ايام بالاخص تمام اي كمان حتى صار قال انا مثلا بجيب ملف مثلا كفكره قال بيشتغل معي على الدي في دي بجيب شغله على الكمبيوتر ما بيشتغل قال هو بس للدي في دي او بيشتغل على ايباد ما بيشتغل على الكمبيوتر
تحكم يعني مو بس قال لك قبل شوي كان عم يعطونا حق الاستعمال انه فينا يا ترى نستعمل غيرنا اني فيني استعمل الملف الجديد وطلعونا فوق ال يعني صار بشكل رقمي يعني صار عم يفرضوا القوانين تبعت الملكيه الفكريه بشكل رقمي والكتروني يعني من زمان احنا كنا ما فينا ندعي عليهم يعني ننسخ وما كذا هلا خلينا ندمر البحصه بالدين لما واضي بس ليست شو عم تكتب زباله هيك طبعا ويندوز 8 يعني هلا عم يمشوا بالطريق اكثر انه يصير فيها جي ار ام اكثر واكثر طب انتم بتتصوروا كم صرت فليكر اللي عم تتفق على الانترنت هنا عادي فليكر بتعرف موقع فليكر؟ تصوروا كم صوره عم تتفق هلا؟ كم فيديو عم تتفق هلا؟ كم تعديل او تحديد عم تصير هلا؟ كم بلوك مدون عم تكتب هلا؟ تصوروا لو طبقنا الملكيه الفكريه انه ناشر وما ناشر وحقوقي ما حد حتى الاطلاع انت المدونه حتى اطلاعك عليها اذا مو مسبوق اذا مو سامح لك صاحب المدونه ما فيك يعني حتى الاطلاع بالملكيه الفكريه انه تطلع هي مو منطقيه ما عم تصير حتى الاطلاع بدك اذن إيه؟ انت حتى انت على فكره انت عم تقرا الشغله انت مو حاسس حالك هلا انت وقت تقرا عم تنسخ هلا انت ما ايه نسخت انت يعني خلفت الملكيه الفكريه بايك فوت على اي موقع اللي شنو هلا انت ما في عندك شو اسمه كاش هلا اول ملف وين بينزل عندك نسخته انت يعني صار عندك انت عملت نسخه يعني يعني صوروا قال انه هي الفكره الانترنت كل دقيقه عم ينزل الاف الصور كلها عم تطلع يوتيوب لانه شو في حريه بالرفع وفي حريه بالتعديل وكلها عم يعملوا شير لو كان الملكيه الفكريه بتطبيقها الحالي كانت الانترنت تدمرت يعني طبيعه شبكه الانترنت كله بده يعدل كله بده يطور كله بده يرفع فالقوانين هذيك ما بتوافق ابدا مع سرعه الاستخدام هي شوفوا شلون تذكروا انترنت سوداء تذكروا؟ تذكروا؟ تذكروا النسخه السادسه منه؟ نسخة غبية تذكروها قديش ضلينا عليها بالفيديو قديش ضلينا عليها ونقول لهم ما بتسوى لحتى مين اجى الله يخلينا فايرفوكس لما اجى فايرفوكس عمل منافسة وقتها صار يعدلوا يعني حلاوته لما يصير في منافسة يصير في حتى اللي يعني الشركة في مايكروسوفت حتى تطور قد ما قلتوا يعني من زمان لما بدي انشر كتاب بدي اروح على دار نشر دار نشر تطبع ورق بدي يروح على المكاتب يوزع وسيارات ويبيع ما فيني انشره غير بحلب او دمشق او كذا يعني التكلفة قديش كبيرة كثير كبيره بس هلا عصر الانترنت انا مجرد هذا استعدادنا بالضبط يعني بيفتح مدونه على ووردبريس او بلوج بوست بس بزر واحد بينشر يعني من زمان كنت اعطيك الحقوق لانه بده يروح لحتى ينشر مصنفه بده يعمل دعايه بده يلاقي ناس تنشر له بجزء باع ما جزء باع لا مو خاصه شيء كل اللي عم يعمله انه مجرد شو يكوزر وينشر فالحقوق هذيك كانت توافق مع مين؟ مع هذيك التكلفه المصنف كان وقتها يكتبوه بايده من زمان كان يعني الطباعه لها تكلفه دعاية تكلفة بجزء باع وما ينباع هلا قد ايه بده ينتشر مثلا بالشام هلا هلا بزر واحد انا بكتب مقالة على البلوك بوست فبتنتشر كل العالم فتكلفة النشر انخفضت فهذا احد اسباب انه الملكية الفكرية ما عاد تعطيني حقوق المالية مثل الاول يعني او يعني ما عاد في حقوق المالية مثلا انه ياخذ مصاري مثل الاول او احمي له اياها 50 سنة هذا كان لما كان يدفع ويتكلف وكذا اما لما صارت تكلفة النشر انخفضت فما عاد توافقت مع الملكية الفكرية هلا مثلا بتعرفوا ويكيبيديا ما؟ مين ما بيعرف ويكيبيديا؟ مين ما بيعرف ويكيبيديا؟ مين بيعرف ويكيبيديا؟ طيب انت كنت ما بتعرف تمام هلا ويكيبيديا تصور ويكيبيديا مثلا لو انه في قبور ملكيه فكريه فاي مقاله انا بدي اعدل عليها اي مقاله بدي اعدل عليها كان بدي شو؟ بدي اذن لينوكس شلون عمل مبرمجين كلهم عملوا مع بعض مثلا يوتيوب مثلا انا بدي اخذ فيديو انشرح مدونتي حتى اعاده النشر بدي اذن فتصوروا لو هاي القوانين موجوده يعني كان ما عاد حدا يتعاون مع بعض لا بدنا نعمل ويكيبيديا ولا بدنا نعمل لينوكس لا يوتيوب لا فيسبوك ولا كلها يعني حتى الفيسبوك وقت تنشر بوست واحد يعلق عليك مشاكل من الملكيه الفكريه كمان في مشاكل انه شلون نعمل شير بوست يعني هاي كمان كله كان يعني اي تعاون اي كذا كانت الملكيه الفكريه شو الوضع الحالي اللي موجود ما بتوافق مع وصف ولا شو هذيك اللي قبلها هلا من زمان مثل ما قلت لكم اذا واحد بدي انسخ انا بدي انسخ بس لو واحد دار نشر عنده كتاب بدي اقعد ارجع انسخه انا بدي اروح اطبعه مره ثانيه يعني ويكلفني وما اقدر اوزعه هلا ببساطه نزل الملف من الانترنت بنشره بسرعه رهيبه يعني صار ادوات شو اسمها اللي بتخليني في الحياه الحديثه ادوات بالنسخ بالنشر اسرع
ما عاد توافقت مع الملكيه القديمه، صار انه الملكيه الفكريه عازله، الملكيه الفكريه قدرت تحمي شيء ويندوز من النسب، قدرت تحمي اي شيء من النسب، قدرت تحمي ملفات يوتيوب انه الواحد ياخذها، يعني ما بتقدر تحمي. فالتقنيات الحديثه ما يعني ما حتخلي الملكيه التقليديه تكون يعني لها مكان، يعني هي ما انا متوافقه معها ابدا، هي اعطتنا حريه بالنسخ، يعني مثل واحد حاط قدامك، يعني صاير القصه مثل واحد حاط قدامك اكل، عم بيقول لك انه شو لا تقرب عليه، شو لا تدوق، يعني ما فيك يعني كله عم ينسخ، يعني بالنهايه القنوات الجديده اعطتنا انه نخرق الملكيه، مثل هذا الولد الصغير بس عم بيقول لك انا شو اسمه؟ انه شو عم تقول لي خطا انا ناسخه كله من الانترنت، يعني حتى الوظائف نسخه من الانترنت يعني. على رغم كل شيء على يعني بس هذا مخطط يعني بقول لك رغم كل الحمايه شوفوا قديش انه النسخ غير المشروع استخدام غير المشروع نفس الاستخدام غير الاستخدام المشروع بالاسوء هو الاستخدام المشروع في الابيض هو غير المشروع فشوفوا قد ايه ما عاد تقدر تحس بالنهايه